في حاجة مهمة جدا، مجلس الشيوخ النهاردة كان بيوصي في لجنة من خلال لجنة الزراعة يعني بوقف استخدام أشجار الفيكس، الفيكس ده اللي هو بنسميه الليمون الكذاب يعني يا جماعة، وإنه نبدأ بقى نشتغل على تفعيل زراعات تعاقدية للمحاصيل الهامة والزيتية وما إلى ذلك، كويس؟ بس أنا عايز أقول حاجة، يعني الحديث عن عدم التوسع في زراعة نباتات الزينة ده إحنا بنتكلم عليه رسميا يعني من ديسمبر 21، يعني بقالنا 7 أشهر. يجي السؤال، وهل توقفنا؟ احنا هنا مش بنتكلم عن انه موت الزرع الموجود، لا، احنا هنا بنتكلم على ايه؟ انه مثلا في التجميل بتاع الشوارع، حلو، وتخضير الشوارع والميادين العامة، انا قدامي حاجتين، يا اما ان انا احط شجر فيكس وشجر، وبالمناسبة الشجر في شجر مصري أحلى منه بمراحل بقى، اللي هو السرسبان، ويسموه سيسبان أحيانا، اللي هو الشجرة الخضراء الضليلة الجميلة دي اللي تطلع الورد الأحمر الحلوة بشكل جميل ده، ماشي؟ ولا بقى مثلا أحط شجرة برتقان، شجرة ليمون، نخل بلح، شجر جوافة، يعني أنا من أنصار نحط شجر فاكهة طبعا في الحدائق العامة وفي الميادين وفي الشوارع، وبالمناسبة هي أيضا أشجار ورفة الظلال وما إلى ذلك. فأنا اللي بستغرب له، هو إحنا ما بنعملش كده ليه؟ طيب هل اللي إحنا بنقوله ده اختراع جديد لا سمح الله؟ لا، أنا واحد من الناس بتكلم في القصة دي، أنا بشكل شخصي يعني بتكلم في أي برنامج قدمته بقالي على الأقل 4 سنين في القصة دي، 4 سنين يا جماعة، بدل ما نحط شجر زينة حطوا شجر فاكهة، وانت بتبني بيتكو بدل ما تحط شجر زينة على الرصيف برا حط شجر فاكهة. خلينا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ. أهلا بك يا سيادة النائب. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام يا سيدي. سيادة النائب، إحنا تقريبا من شهر ديسمبر اللي فات كان هناك حديثا واسعا على مسألة عدم التوسع في استخدام أشجار الزينة في التجميل والتخضير في الميادين والشوارع العامة والمدن الجديدة وما إلى ذلك، وعلى ما يبدو يا مولاي كما خلقتني، ولحد دلوقتي لسه بنتكلم على زراعة الشيوخ توصي، هتفضل الزراعة في الشيوخ توصي وهيفضل النواب يوصي برضو، وبعدين هو ما بتحصلش حاجة ليه؟ دورنا ان احنا نفضل نضغط لغايه ما ده يتم. هو الحقيقه خليني اقول لحضرتك حاجه، ونضغط ليه؟ ما ناخدش قرار ليه نضغط؟ بالظبط، انا معاك في ده، وانا يعني منتظر استجابه الحكومه لهذه التوصيه، وان شاء الله تبقى خير وتبقى يعني زي ما احنا عايزين. الملف اصبح مهم جدا وما ينفعش ناخر فيه اكتر من كده لعده اسباب، اهمهم من وجهه نظري انه يعني النباتات الزينه تحديدا شجر الفيكس اللي بيستسهله المشاكل اللي تبع للمحليات او تبع للزراعه او الاهالي، مشاكل الاهالي بيستسهلوا زراعتها لان هي شجره بتجيب رسال نفسها زي ما بيقولوا، يعني رعايتها قليله، بتتشعب جذورها جدا في الارض فبتجيب المياه الجوفيه وبتعيش، لكن هي في الاخر شجره صحيح هي دائمه الخضره ما حدش يقدر ينكر، انما شجره مضره جدا على المستوى البيئي وعلى مستوى البنيه الاساسيه. واحنا النهارده فاتحين بطن البلد كلها بمشاريع طموحه جدا، ان كان في الريف زي حياه كريمه او في مشاريع تطوير الحضر، ودي كلها مبادرات رئاسيه واخده يعني اهتمام كبير جدا مننا. فلما انا ازرع اشجار من هذا النوع والاقيها بعد كده ضربت لي جوانب الترع اللي احنا دلوقتي عاملينها تبطين، او ضربت لي البنيه الاساسيه او دخلت في كابلات الكهرباء او كابلات الميه او كذا، فدي مشكله كبيره جدا لازم نقف عليها. الحاجه الثانيه انها للاسف كمان بتتزرع في اماكن بالري، فبتستهلك كميات ميه كبيره جدا، واحنا النهارده الميه نقطه الميه عندنا لها كلام كبير طبعا، فلازم ناخد بالنا. فالحقيقه انا مبسوط ان التوصيه كانت مركزه على المسطحات الخضراء التابعه لاجهزه الدوله، يعني مثلا الحدائق العامه وحدائق الجامعات والهيئات والشركات وكذا التابعه للدوله. دي فعلا وارد جدا نعرف نزرع فيها نباتات مثمره بحيث ان احنا نقدر نهتم بيها ونرعاها لانها جوه سور وفي مكان فيه رعايه وكذا. بالنسبه لجوانب الطرق وجوانب الترع والمسطحات المائيه، نقدر نزرع نباتات ظل، نباتات زينه، نباتات عطريه
تضفي لمسه جماليه وقد تستخدم. ليه ما احطش شجر ليمون بالمناسبه مثلا وارخص؟ يعني اللي انا عايز اقوله انه شجر الجوافه والموالح بشكل عام والتوت بتاع زمان، يعني التوت. اظن التوت بتاع زمان اللي كانت قايمه عليه صناعات كامله. سياده النائب انت مواليد سنه كام يا سياده النائب؟ ده انا موديل 80. طيب اصغر مني بخمس سنين، بس تفتكر زي حالاتي انه كان تقريبا كل الشوارع مليانه فيها شجر توت. انا مدرستي كان فيها اربع شجرات توت ويجي ست نخلات دوم. ده الدوم بيعورنا تعوير. انا من المحله وحواليا مناطق ريفيه كتير، والحقيقه استمتعت شخصيا بموسم جني التوت والناس اللي عملوا صناعات كامله من دوبه القز وورق التوت وكذا. فانا سؤالي بقى، مدن كامله عايشه على ده، احنا ليه في الجامعات ليه ما يبقاش الزام؟ اولا يا فندم احنا مجالس نيابيه ما بين مجلس صحيح. النواب صحيح. ومجلس الشيوخ، ده البرلمان صحيح. المصري له سلطه صحيح. التشريع والرقابه على الحكومه، حلو قوي، وفي رقابه سابقه، يعني حاجه ما ده احنا الغرفتين اللي ما فيش زيهم. صحيح. مش عارفين نخلي الحكومه تلتزم، مش بقى نوصي، تلتزم بزراعه شجر فاكهه مثمر توت بقى اسمها ايه ده، بشماله موالح بقى برتقان ويستفندي وليمون شويه صحيح. جوافه ورخيص نخل بلح. صحيح صحيح. ده اللي انا كنت بطالب بيه، التوصيه الزاميه على الحكومه. هي مشكله ان تعدد جهات الولايه على المناطق اللي بنتكلم فيها هي السبب في ده، بالاضافه الى المبادرات العفويه من الاهالي ومن المحليه. وعشان كده انا قلت نبدا باللي نقدر نحكمه، يعني نبدا بالاماكن المغلقه، نبدا بالجهات الولايه الواضحه في ان احنا نطلع مرسوم واضح بانه ممنوع زراعه شجر الفيكس. بعد كده نتكلم في استبداله كمان، لانه الحقيقه هو خطر ده، يعني في كمان، انا بس عشان وقت البرنامج في اخطار كتيره جدا طبعاً. من شجر الفيكس يعني. طبعا يعني هو اصله يعني الناس مش متخيل، هو البذور يعني بتاعته شجر الفيكس في وسط الاراضي الزراعيه خطر جدا، لانه موطن للافات اللي بتهاجم طبعاً. المحاصيل الزراعيه طبعاً. احنا كده برضو يعني جينا نعمل مصدات رياح، فاحنا عملنا بيئه دايمه للافات انها تضر المحصولات الزراعيه. فاحنا محتاجين وعي، محتاجين حزم، محتاجين جهات الولايه تقوم بدورها. وانا شخصيا اتمنى من الحكومه انها تصدر تحت رعايه رئاسه الوزراء مباشره مرسوم لكل الجهات المعنيه بانها وقف فوري لزراعه اشجار الفيكس والتخلص من المخزون وبيعه بقى للاهالي اللي عايز يزرع بقى في 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 في, في حته ارض مثلا جنب بيته حاجه للتشنير او للزينه في ملكيته الخاصه، هو حر. انما في الاماكن العامه وجوانب الطرق والمصارف المائيه وكذا، ارجو انه الحكومه تلتزم بالتوصيه وتوقف تماما ده. وطبعا احنا لدينا من الادوات البرلمانيه، وحضرتك برلماني طبعا وعارف، لدينا ما يعني يسهل ان احنا نتابع ده بعد كده. احنا النهارده خدنا بقوه احدى غرفتي المجلسين بتوصيه واضحه وصريحه، ونزق مع بعض ان شاء الله لغايه ما اللي احنا عايزينه يتم. لانه في الحقيقه يعني احنا سافرنا بره وشفنا شجر التفاح وشجر اللافندر واشجار كتير جدا مثمره موجوده في كل مكان في البيوت. احمد بيه في البيوت بره في اوروبا الناس ما بتزرعش شجر زينه، يعني انا مش عارف مين اللي بلانا بشجره اسمها واشنطونيا، لا منها ولا كفايه شرها. صحيح والله العظيم مش عارف مين اللي بلانا بيها، يعني دخيله على وهي دخيله على البيئه المصريه اصلا. هي جايه من جايه من امريكا الوسطى، يعني مالناش دعوه بيها اصلا. هي حتى اسمها واشنطونيا، يعني حتى الموسم الهجره للطيور وكذا ما بتعرفش، لان اشجارها واغصانها كثيفه جدا واوراقها كثيفه ما بتعرفش تعمل عشش فيها. انا فاكر بيت الطيور مش عارفه تستفيد منها. احنا يعني فاهم قصدي؟ بيت خالي لطفي بدخلك انا في قصه عائليه والله العظيم، كان بيت فيلا كده صغنطوطه من بتوع زمان بتوع المهندسين، كان عباره عن ايه؟ شجر ليمون، والله العظيم ده كان بيوت مصر كده، شجر ليمون وشجر جوافه وشجر برتقان، مفيش حاجه تاني. كان يتحط بقى على السور ايه؟ فل وياسمين. فكنا تمشي في الشارع تشم ريحه حلوه، تخش البيت تلاقي فاكهه الموسم، حاجه عظمه. ده على سبيل المثال اتذكر هاني اخويا الكبير بيته لحد النهارده في شجره بامبوزيا، الفاكهه شبه المنقرضه دي. ايوه الله.
انا عايز نرجع اقول زي زمان. يعني قصه عائليه قصيره كمان بالمره، يعني ان انا عندي بنتي 8 9 سنوات وهي احنا عايشين في المحله، وهي المفروض انها مدينه في قلب الدلتا، ومفروض ان يكون عندنا فرص نشوف فيها اشجار متنوعه. طبعا انا بنتي ما شافتش في حياتها غير شجر الزيت. يعني حتى فكره ادراك التنوع البيئي والبيولوجي لدى الاطفال وزياده الوعي بالبيئه مش موجود، لانه مش متاح يا فندم. طبعا يعني حتى خروجاتنا النهارده ما عادتش في الحدائق والمتنزهات، بقت في المول، بقت في الموضوع كله بقى يعني غابات اسمنتيه، وبعدنا تماما عن البيئه المصريه اللي كان فيها شجر الصفصاف وشجر الكافور وشجر الكذا والتوت والموالح فانا نفسي ده يرجع، ويرجع بشكل ممنهج وشكل واضح وشكل حاسم وشكل يحسم تعدد في جهات الولايه، ويبقى فيه مسؤوليه واضحه، لانه الحقيقه احنا بنتكلم في عده زوايا اقلهم مهم، يعني اقل زاويه منهم مهم. فاكر انت فؤاد المهندس في الفيلم بتاع زمان قالوا سلطنة بورنجا تعلن الحرب على محلات الكشري، اهو احنا هنعلن الحرب على نباتات الزينه. مش لاقتلاعها، اللي موجود منور، احنا لا نقتلع نبات اخضر، احنا بنتكلم على الجديد بقى. صحيح. وحتى لو في نباتات زينه برضه الفيكاس مش احسن اختيار، يعني البونسيانا مثلا من اجمل نباتات الزينه وبتدي شكل مروحي، التاكوما شكلها احلى وكذا. يعني وفيها تغير في الفصول فبتدي كمان وعي بيئي وكذا، انما بتدي ظهر شكله لطيف بائسه جدا. وحتى كان ليا صديق قال لي ايوه بس بيقعدوا يقصوا فيها بيعملوا منها اشكال وكذا. الحقيقه لا، النهارده احنا نفتقد الى العنصر البشري في المحليات، لانه طبعا في وقفه يعني تعيينات وكذا. فحتى العنصر البشري اصبح نادر، فبيبقى طالع في شكل شيطاني كده وعشوائي، وحتى اللمسه الجماليه اللي كنا ساعات بناخدها منها زمان ما عادتش موجوده. ما بقتش موجوده للاسف الشديد. بقى صعب توفيرها وبقى مكلف توفيرها. على كل انا اشكر. احنا مع بعض بنساهم في زياده وعي الناس بالموضوع ده. يا مياسر الاحوال. وان شاء الله خير نحتفل مع بعض قريبا بصدور قرارات ملزمه. باذن الله. انا بشكرك جدا سياده النائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ حول مساله التوصيه بوقف استخدام اشجار الفيكس.